بين شركة طيران الخليج والنقل الوطنية محتاج أنها هي تركز على الأسواق المربحة. هو الأسطول اللي تملكه شركة طيران الخليج حاليا يعني ما يتجاوز 32 طائرة، وبالتالي هم يركزون على بعض الوجهات اللي هم يرتئونها من الناحية التشغيلية والتجارية أنها قد تكون أنسب لهم في الوقت الراهن. لكن فيما يتعلق بالوجهات اللي تفضلوا فيه سعادة النواب، أحب أنا أؤكد أن أولاً أن هذه الوجهات تربطنا بها علاقات وثيقة، هي أسواق مربحة جداً للناقل الوطني وأثبتت جدوى التشغيل لها في السابق. هناك بعض الاتفاقيات محتاجة تعديل، وإحنا كنا على هامش معرض البحرين للطيران على وشك تعديل الاتفاقية مثلاً مع جمهورية العراق، لكن ما كان في نصيب لأمور تتعلق بالجانب العراقي. لكن أحب أنا أؤكد للأخوة النواب أن احنا يعني هذه نصب عين أن احنا نحاول استئناف التشغيل بأقرب فرصة ممكنة، وأن هذا الموضوع غير الدراسة حالياً، يعني سواء بالنسبة للأسواق اللي حوالينا وقريب منا، أو بالنسبة أيضاً للوجهات البعيدة اللي احنا نرتئيها بالتنسيق مع شركة طيران الخليج والإدارة هناك، بأن هي تفضل أن هي تبتدي التشغيل لها على أساس أن هي ترتئيها بأن هي بتكون ذات جدوى مردود بالنسبة لها. فهذا بس حبينا التوضيح، الله يسلمك. شكرا سعادة الوزير.